في دمشق مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية. مازن أهلا بك، قبل أن أبدأ بالتفاصيل يعني أو التطورات الميدانية من حيث أنت، أيضا إذا كانت توفرت معلومات لديك باعتبارك يعني من شبكة شام الإخبارية حول هذا الموضوع الذي كنا نتحدث عن الاشتباكات التي حصلت بين أفراد من الحرس الجمهوري ومن أو مع يعني ميليشيات حزب الله. نعم محمد، مساء الخير. يعني هذه الحادثة ليست جديدة، فمنذ تقريبا شهر التوترات متواصلة في القلمون بين عناصر حزب الله و ايضا عناصر الدفاع الوطني التابعه للنظام. يوميا هناك مشاكل بين هاتين الجهتين في محاوله يعني من كل طرف ليفرض سيطرته على المنطقه، كل طرف يحاول ان يكون القائد هناك في المعارك، لذلك يعني الخلافات دائما متواصله هناك بين الطرفين محمد. طيب الان في منطقه اذا ريفي دمشق، التطور الميداني هذا اليوم. نعم محمد، كتائب الأسد اليوم تصعد من عملياتها في الأحياء المحررة من العاصمة دمشق، وخاصة في الغوطة الشرقية وحي جوبر. فقد تعرض حي جوبر الدمشقي صباح اليوم لقصف صاروخي ومدفع عنيف بالتزامن مع اشتباكات كانت متقطعة اليوم على عدة جبهات، وخاصة على جبهة المتحلق الجنوبي وجبهة طيبة. أيضا في الأحياء الجنوبية للعاصمة دمشق جرت اشتباكات عنيفة فجر اليوم، وذلك على أطراف مخيم اليرموك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف نفس المنطقة، فيما أعلنت أمس جبهة النصرة عن مقتل عدد من كتائب الأسد إثر كمين استهدف سكنة سفيان الثوري وحرس محطة القدم. بالانتقال لمنطقة المجازر ومنطقة الصمود الأسطوري لثوار الغوطة الشرقية، فاليوم الخامس على التوالي تشهد عدة مدن وبلدات يعني قصف عنيف، إضافة للغارات الجوية يعني 4 أيام غارات ومجازر في الغوطة الشرقية الآن، وفي هذه اللحظة بالذات محمد طيران الميج يحلق في سماء الغوطة الشرقية، لكن إلى الآن لم ينفذ أي غارة جوية. أيضا جرت اشتباكات اليوم في الغوطة الشرقية وذلك في زبدين وبالة وتيار العصافير في محاولة مازن، لأن الصوت بدأ يتقطع، يعني أعتذر أن الصوت بدأ يتقطع، لكن سأكتفي معك بهذا القدر. عبر سكايب من ريف دمشق مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا لك.